من اهم المسلسلات اللي هتشوفوها في رمضان اكسكلوسيف وبس على شبكه تلفزيون الحياه هو مسلسل الف ليله وليله. المسلسل ده يعتبر من اضخم المسلسلات انتاجيا مش بس في مصر لكن في العالم العربي. غير كده كمان هو اول مسلسل جرافيكس و3 دي مش بس في مصر ولا في الوطن العربي لكن في العالم كله. تعالوا دلوقتي نعرف تفاصيل اكتر عن الف ليله وليله. لا هو العمل ناقل بمستوى اخر يعني هو بيكمل بيكمل الحاله القديمه اللي احنا استمتعنا في الف ليله وليله لكن هو بيخش في مناطق جديده من ناحيه بصريه من ناحيه قرايه الروايه نفسها قرايه الحكايه نفسها بما يفيد اللي بيحصل معانا حاليا لانه في الاخر الاعمال التاريخيه انت ما بتخشش متحف انت بتقدم حاجة تقولها فاختيار انه الف ليلة وليلة بحكاياته الشعبية اللي بتتحدث عن الثنائيات بكل اشكالها الثنائيات السلطوية من راجل امرأة لظالم ومظلوم لحاكم ومحكوم الثنائيات دي محتاجة ان نرجع نفكر فيها تاني. محمد امين راضي قدر يوصل لحلول في داخل النص انا بتمنى انه توصل الشفرات اللي موجودة داخل النص بمنتهى الوضوح ومنتهى الرقي بمعنى انه احنا متفقين على انه الحالة الفنية هي ما بتقدمش اجابات هي بتطرح اسئلة واحنا في المرحلة اللي احنا فيها حاليا محتاجين كتير من الاسئلة اللي نسألها لنفسنا في حاجات مش لازم نعديها بسرعة لازم نسأل نفسنا عشان نبحث عن اجابات ليها. احنا منطق انا حاسة ان السكريبت من كل بنسمعه من الناس ان في تفاصيل كتيرة قوي يعني هو بيقولي اخذ منه وقت في الكتابة وغير كده التفاصيل ودلوقتي اللي بتأكد لي برضو الكلام دلوقتي ان الشخصيات كلها فيها تفاصيل قوي. ده حقيقي لانه الشخصيات خرجت من اطارها الشعبي ودخلت في اطار فلسفي من غير تعقيد يعني انا واحد من الناس والمشروع كله شكله كده انه احنا مقتنعين تماما بفكرة انه تقدم فلسفة بشكل بسيط من غير تعالي على الناس فأفضل شيء انك تقدمه هو الحكاية الشعبية الحكاية الشعبية بتعلمنا كتير بأبسط الأشكال طبعا لأنه الموضوع يتم طرحه على إطار تاني وعلى فكرة انه تقديمه بقراءة تانية أخذ مجهود من المؤلف انه يوصل يحافظ على الشكل الشعبي للحكاية وبنفس الوقت يطرح ما هو جديد داخل المشروع كتبتها في وقت قد ايه الفيلم؟ في سنة كتير قوي حجم مسلسل بس يعني مسلسل ياخد منك سنة ده انت يعني قعدت كتبته وانت يعني التفاصيل والله بصي هي يعني طبعا هو اخد مجهود كبير بس لا سنة على مسلسل مش اللي انت بتقعدي بتبني احداث وبتبني شخصيات وبتحضري للكتابة نفسها فلا بالعكس ده هو المفروض كان ممكن ياخد اكتر من كده بس تمام يعني هو نفس القصة اللي احنا عارفينها بتاعت الف ليلة وليلة القديمة اللي كلنا عارفينها ولا مغير فيها حاجات عاملها مثلا مودرن شوية خالص لا مش مودرن تماما لا هي الف ليلة وليلة الاسطورية بس مش نفس القصة احنا عاملين عايدين يعني القصص اللي هنحكيها سواء القصص اللي هي بتحكيها لشهرزاد احنا حكيناها بشكل برؤية جديدة وقصة بقى يعني احنا عندنا كمان قصة شهرار وشهرزاد هي القصة اللي فعلا جديدة تماما يعني اتمنى نكون وفقنا في الشكل احنا الدرامي اللي مختارينه ليها يعني انا عايز ابارك لك طبعا احنا مبسوطين جدا انتوا طبعا هتشوفوا في ليلة اكسكلوسيف بس على شبكة تلفزيون الحياة مستنيينكم في رمضان ان شاء الله ان شاء الله ألف مبروك على ألف ليلة وليلة الله يبارك فيك اللي انت تقول اسمها على مسمى احنا شايفين تحضيرات بين نسمع بقى لها فترة هي دلوقتي بتقول لي عندكم يعني أماكن كتيرة قوي كمان غير المكان ده عندنا ده اللي هنا ده مجرد خمس ديكورات احنا عندنا 55 ديكور في المسلسل إن شاء الله مسلسل قصته خيالية نوعا ما وفي تفاصيل كتيرة قوي عشان تبتدوا ان انتوا تركبوا التفاصيل دي يعني بياخد منكم وقت قد ايه لا هو المشكلة في المسلسل أو الميزة كمان فيه إن هي طبعا هي
هي أساطير وقصص تراثية موجودة عندنا في قصص ألف ليلة وليلة. من ضمن ميزاتها برضو إن هي بتتشاف برؤى مختلفة، فالرؤى دي لازم تجتمع مع بعض ما بين أر دايركتور، ما بين مخرج، ما بين مصور، وما بين المسؤول بتاع الجرافيك. فده بياخد ميتينجز وميتينجز وميتينجز كتيرة جدا جدا لغاية لما بتوصل لفورم معين كلنا بنتفق عليه ونبدأ نشتغل عليه. مبروك على الف ليله وليله. ميرسي، الله يبارك فيكي، شكرا. عمل اخذ وقت طويل من التحضير؟ عمل اخذ وقت طويل جدا من التحضير وعمل تحضيره اصعب من تصويره، لانه النوع ده من الاعمال لو دخلتي تصوير وانت ما عندكيش معلومه عن كل تفصيله صغيره ممكن تحصل مش هيطلع صح، فبالتالي خد تحضير صعب شويه. هيكون كله جرافيكس ولا في جزء جرافيكس وفي جزء عادي؟ لا، العمل مش كله جرافيكس، لكن جرافيكس متوظف فيه كجزء أساسي في الدراما. العمل فيه عالم سحري، الجرافيكس هنا متوظف توظيف مور زين إنه مجرد إبهار، لا متوظف توظيف في صلب الدراما، which is على عكس الأفلام العادية اللي ممكن تعملي شوت فيجوال افكس بأي منطق. لا، أنت دلوقتي بتعملي فيجوال افكس متبررة في الدراما ولازم تطلع بالظبط زي ما هتخدم الستوري لاين، فده بيخلينا نركز في كل تفصيل قبل ما نشتغل. الف الف مبروك على الف ليله. الله يبارك فيك شيرين. الف ليله وليله، يعني جالك السكريبت كده ازاي من الاول؟ هو الموضوع قبل السكريبت، يعني هو الموضوع بدا بفكره وحلم حاولنا نجتهد ان احنا نطلعه، وربنا وفقنا في برومو وحاولنا ننتجه من سنتين، وعلى قد ما قدرنا طلعنا بكواليتي راضيين عنه الحمد لله. بعدها حولنا الموضوع لسكريبت عمل درامي، والحمد لله وصلنا لتكنيك فيه مختلف جدا عن اي دراما تقدمت قبل كده. مش خايف من الموضوع ده؟ بس بنحب رمضان يعني. هو بس في اختلاف شوية بموضوع ان احنا هنلحق رمضان ولا لا، وده سؤال الناس كلها. هو العمل ده اكيد هتلحق، وانا حاسة انتوا اكيد هتلحق بإذن الله. هو مفيش قرار تاني، يعني مفيش اختيار تاني، ولكن العمل لي بعد اخر. هو مش زي الاعمال العادية، والشغل العمل ده مش في تصويره، الشغل الحقيقي بتاعه ما قبل تصويره. أسهل مرحلة بالنسبة لنا التصوير هي عدد أيام تصوير السكادول، بيبقى مبني قبل كده بخطة عمل، ولكن الأهم من قبل كده الشهور والسنين اللي فاتت من بنى الجرافيكس، من الكونسبت آرت للمشروع، للرسم الشخصيات، لبنى الكاركترز. فهو حجم المشروع في تحضيره، ولكن مش في عدد أيام تصويره. أو عديته الأصعب؟ عدينا جزء كبير جدا جدا من بنى الجرافيكس للمدن وللقرى وللكائنات، وجزء كبير من العمل. والمرحلة القادمة ان احنا بناخد النتيجة المصورة بنعمل لها تراكينج على الجرافيكس اللي اتبنى، وهي عملية يعني محتاجة تنظيم اكتر من استغلال الوقت. يعني ازاي نستغل الوقت اللي فاضل في ان احنا نقدم المشروع.